الآن. نعم. معنا من السعودية أيضا إسماعيل. مرحبا. مرحبا بك. هلا شيخنا. مرحبا تفضل. الله يبارك فيك. والله يعني بس أنا من المعجب المرابط وبشيخنا. بارك الله فيك. الله يخليك. ويعني لا عندي سؤال أقول لك يعني. نعم. عندي والدتي متوفية. والدي متوفي الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. يعني كل واحد قضت له عمره. وعندي نية ربنا أحيانا في الحج إن حجة واحدة تكفي ولا كل واحد يعمل له حجة. سمع. نعم. بارك الله فيك. السؤال بتاع أخونا إذا كان والد أم ديلة ما كانوا مستطيعين الحج ما عندهم مقدرة مالية ويتوفوا عليه كدي يبقى لو عمل لهم عمرة ربنا يقبل كل واحد عمل له عمرة يقبل لكن عمل لهم حجة واحدة يقسم بيناتهم الاثنين لأن أصلا هم ما كان الحج ما كان مستطيعين ما كان فرض عليهم لأنه ما مستطيعين ويتوفوا عليه كده يبقى في الحالة دي ما يبقى يحج حجة واحدة يقسم بين أمه وأبوه ربنا يقبل الزول يحج عن أبوه بيتين في حالة اللي أبوه كان مستطيع ماليا وبدنيا يا أبوي ما تمشي تأدي الفريضة سمع يا أبوي ما تمشي تأدي الفريضة سمع آه في الحالة دي توفى ممكن أبوه وولده يحيي نيابة عنه الحالة الثانية الأبو عنده استطاعة مالية لكن بدنيا ما مستطيع تعبان ما بيقدر يمشي أقدم مناسك الحي لأنه تجاوز 80 سنة وكبر يبقى الولد ممكن يحج نيابة عن أبوه على شرط يكون الولد أدى حجة الفريضة عن نفسه الولد ما في ما عنده ولاد ممكن يأجر زول يقول له مش حج نيابة عني أديك 5 مليون أجر ليك وقفت فعليك كل إجراءات الحج تحج نيابة عني برضو جايز نعم.